هلا دكتور زيدان، كيف حالك حبيبي؟ اهلا دكتور حبيبي، طول عمرك. شو الله يسعدك. شو جديد حبيبي الايام هذه؟ والله الجديد يا دكتور، منصه بتشتغل بالذكاء الاصطناعي اسمها كاتب، منصه خرافيه حقيقه، يعني بتفرق عن المنصات الاخرى بشكل كبير جدا. وابسط شيء انه الداتا بيس تبعتها بتتحدث كل ثانيه، عكس منصات الثانيه اللي تبعت الذكاء الاصطناعي الاخرى اللي الداتا بيس تبعتها من 2021. هذا اولا، يعني كاتب الداتا بيس تبعتها بتتحدث كل ثانيه. ثانيا، فيها مجموعه من الادوات الخرافيه اللي بتسهل حياتك، يعني زي ايش تقريبا؟ زي فحص الاقتباس اللي هي البلاغاريزم، نسبه الكوبي والبيست باستخدام الذكاء الاصطناعي، كانه بتشتغل على الانترنت ان والايثنتيكيت، يعني شيء غريب، شيء جميل. ثانيا، اعاده الصياغه البارافريز حتى في اللغه العربيه. ثالثا، تدقيق لغوي واملائي، شيء كبير يعني جدا، بتخدم ابناء الطلاب بشكل لا يوصف، تخدم طلابنا هم وغيرهم. الشيء الاحلى يا دكتور كمان انه هاي المنصه ممكن تزودك بمقال فوق ال 4000 كلمه بمصادر حقيقية 100%، يعني شغل احترافي عالي، وهذا اللي بيميزها عن المنصات الأخرى. حتى بالبحث العلمي؟ نعم يا دكتور، أصلاً البحث العلمي هاي الأداة ما شاء الله. المنصة اسمها كاتب، هاليومين رح أنزل فيديو تفصيلي عن هاي الأداة إن شاء الله تعالى، كان أنا حبيت أعمل برومو بداية. استنوني على الفيديو القادم، يعني فيديو رح يكون مشوق، رح أنزله على قناتي على اليوتيوب والتيك توك، والروابط حتلاقوها في الديسكريبشن اسفل هذا الفيديو. تحياتي اخوكم دكتور زيدان. متشوقين جدا نشوف شيء جديد. كاتب، اسمها كاتب كاتب حبيبي. شكرا يا دكتور حبيبي.